بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهدي وتبع سنته إلى يوم الدين. وحا أنه كشك لي برنامج كيكا هرئي حالة عالم كسيدة أي كسك نايد مركاس وقتي رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي سودك دونتي هي مركي أي سودك تي بلوغا هيدبا لبدي بقرطوية أي دولد أود بدنا حال كودش دوها إن مركز يعني إن كستو أي يعني قوة ووين والله أمرني ولي هاين يعني أي دافين وقتي يعني تمرين تودو أي قحوق رونيد ومركز يعني دال يو تمرغور وكوبلومي يجون مركا آن يسروناني دقال فرا بدن ودحدو دا أي قلين كوچرين وحاصر دمنا أي كتشي ديان وحيابا بدن ودنين تيدد كود يو علم باركي يو هرومركي يعني البحنبا يحضاردوه وحيا كن نقول لهايان وحتمرية مركا كيرتشيستين دقالادا انتي دمينا ادمودي ستلادو دا انكو روشي سيدي عشورو يعني دبر شبه لوغا قادي لها داتك سي هالكود اللوغو هايو هنانك يعني نولاداد افاك هيسيك فرحة بدن ايو يعني سريدا كنو الانشها ان حقيقة وفق سنين خياليك وحاسو دبنا كانين يعني إن سيدي يعني جيد حرقالي أوكالي هيقل كودو تاقي هاي لكن هوست أي كا فقمين تمرتو دينا أي قرسي لغادها لقيها اللي عالم كستان نهرا وشاقني لاتين غريك إيو بيرشين إيانا وحي أي قود إيو تمرين لهاي المركز واقبين مانا كارين مانا قادي كارين دور أريد شدة هي حنباردة وحي حق إله سبحانه وتعالى كيمنه لنا عكلا لغة عربية عربيتك وها راس مالك وقيمها بدن عربي مركا أي حيثته أي وحا الله أقرتي إن أي نقطه لغة حنباري سي نورك وحي إلهي قرآنك كريمك يوحي كفر عمي علوم يمحاك ورد البحنماء سيدا الدراد ايال عدكرا لغة عربي دو قرآن كي اي انقوتي يعني متحن بارته دباتنا وحي كفا ايدي ان انقوته لغة وارته وانقورين وحل يريد هذا دي قرآن كريم كي انا شرونه بالنا لغة عربي دو مركي يعني رقعة لغاها دلايا اي بلارة توفافتي ومان تاوحا لغاها دلا مركا لغاها سوقفتو يعني بدا أتلانتيكا ودكا كولالا اي امروك اما مغرب الى خليج اي عراق اي دونيداس انتا كده حيسو وسودان اي كترتو لغة دو مركي انتا بلارة تو قادو هدي وح اسكو هيا دون اسكو هيسا آني شرين سيد اللاتين كوبا اللغة كليا مركي رواها لكن مركي يعني داتكي باتين ولا كلا دقاغي اي تشابتي او قرب قرب لغوين عصب وكلا بحدي فرنسيس تالياني سبانيش بورتوغيش واللغة ناني لغة كلا فهمي كاري ساسا عربي دون نغول لهيد لكن وحا إلهي وقو قرقاري قرآن كريم كا وآه دونتا اسكو هايسا إميل كستو عربي لغا هاد ليف إي أمدا حتى عجمتها عربي دي بارتا إن أي نقطو لغو عن يعني تمرقورين تاسا إلهي وكارتي سدي هوراي نوشاقني عربتو قودة هام باوحايا هاين داد يعني آن قانون يعني ويالا أو أي كوضا سعودانا هنشيسكو أحين دقالة دردوكتو دهي آني مرنكا لغو أين
boobka iyo dhaca iyo ismuqulintu ay yihiin wax yacni lagu faano, laakiin haddana ay lahaayeen qiyam iyo sifooyin aada u wanaagsan oo ahaa yacni xorriyadda ay ku naaloonayaan, u gargaaridda iyo gurbashada qofkii markaa u baahan in loo gurbado oo dulmi uu haysto, yacni magangelinta iyo ilaalinta qofkii laga tamarooya ama daciifa ama isagu meel adag aan ka dhalan. waxaa la xasuustaa xilfulfuduul, yacni heshiiska la odhan jiray oo qabaa'il ka mid a qabaa'ilkii qurayshta, reer bani haashim iyo reer bani zuhra iyo ay ka mid ahaayeen, ay ku heshiiyeen in aan maka dadka yacni aan reer maka ahayn ee tijaaradda u yimaada inaan loogu xoog sheegan oo lagu dulmiyin ee ninkii la dulmiye ee yacni maka ajnebiga ka ah ay u heeliyaan. marka yacni risaaladii islaamku markii ay timi, wax alliyaale wixii sifooyin lagaga didayay carab ama dhaqan yacni aan wanaagsanayn ahaa oo dhanna waa tirtirtay risaaladii islaamku iyo hidaayaddii. wax alliyaale wixii carabi ay wanaag lahayd ama sifooyin wanaagsanna way sii kordhisay, sii kobcisay. dabeetana wax aan cidina u fadhiyin ayaa markaas yimi taariikhda adduunka, carabtii qarfa wareega ahayd ee saxaarahaas lama degaanka lagu tilmaami karaa uu hoyga u ahaa ayaa qabsaday dunidii. labadii quwadood ugu waaweynaa faarisna gebigeediiba waa hantiyeen, boqortooyadii ruumna gobolladii ay ku naaloonaysay ku faani jirtay ee ugu khayraadka badnaa oo suuriya iyo falastiin iyo masar ay ka mid ahaayeen ayay ka maroojiyeen oo ka qaadeen. masar waqtiga waxay ahayd yacni meesha laga quudiyo boqortooyada ruum oo dhan. marka sidaas ayaa haddaba iyadu ay tahay, ayaa su-aal baa meesha imanaysa ah, carabi haddii iyagu aana lahayn dhaqan cilmi kaydin ah oo qoran oo meel u yaalla oo kutub ku weelaysan iyo yacni scientific heritage yacni wax dhaxal ah oo cilmi baadhid ah aanay lahayn, siday ugu suurowday boqol sannadood gudahood wixii ka dambeeyey in iyagu ay macallimiin dunidu u noqdaan xagga cilmiga sayniska cilmi baadhidda iyo in alliyaale intii lagu intifaacayay adduunyadu ayda oo dhan. reer yurub marka ay wax fasirayaan waxay yidhaahdaan yacni hab qaldan oo ah markii carabtii ay dhulkii qabsadeen ugu dabeeto ay arkeen oo la kulmeen cilmigaa yacni kaydsanay halka ay iska kuuskuusnaye yaallay ee greega iyo faris iyo arrimaha kale ahaa ayaa yacni dhimbiishii shiday cilmi doonka iyo inay makaa noqdaan dadkii ururinayay ee dunida gaarsiinay cilmigu ay ku bilaabantay dadkii carbeed. waxa isweydiin le markaas griigii iyo farisiyiintii iyagu cilmiga hayay iyo masar lafteeda ee kutubtu taallay, maxaa iyaga u diiday ilaa iyagaaba cilmigii hayee carabkii badwiga ahaa xagga ka soo duulayna inuu garto inuu waxaan ka faa'iidaysto, iyagii hayana ay uga faa'iideen waayeen. bugagii bay hayeen, kutubtii baa u taallay, waxaan hada makhtuutaadka ama farqoraalka yaalla ee manuscriptska ayaa u yaallay. sirtu waxa weeye nimankan carbeed ee diin islaamka yacni siday ee dhulkaana yacni kusoo duulay ee qabsaday waxa ay siteen ama wateen maskax saafi ah, weel diyaar u ah in cilmi iyo aqoon iyo waxbarasho intaba uu qaado. qur-aanka kariimka ah ayaana maxaan ku dhahday u sabab ah iyo dhaxalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga dheegtay.
يعني معلنمو يعني يب يعني انو دنيدا وحبره اي الهي اسو دري رسولك عليه الصلاه والسلام ساس انا ايشو اركيين وحا لغا غران كرا مركا يعني علمي اقونتا اي علمدا ددك اقونتا له مرتبه اي درجه الهي غارسيي القران الكريم رب كل سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مي قد بوي هنا ما سميه كو اقونت له علم يا شيء والذين لا يعلمون يكون فكر انه يعني علم قال هنا مي قد بوي هنا ما يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات اي اله الا كو اله الرمي يكو اله علم سيي ما هي بشيء كر أي رب أقعد درجات درجة كلمة هو درجات يعني بركة أقون أودن أي مركز يعني أي أها يندد وديار إني قاتان تي جوا نكسلين دوا ستونو وحوية هديجي لجوه هنوني الدنيا أودن وحا مركا اي نقدين دد او ديار اه يعني وحا برتان او علم كسبان بس كحودو نا ديارو تاي او او من اسلام مرهان تان لكن وطا وحي اي كوكالا سوعيين او كوكالا ميريين علمي قوان اكسان اي وحتر اي نافع ايوه اقوان تا وحا لمود ايوه براشده دو آني كينين اللي يالو فائدة في آخرتنا وحي وتين نور الوحي وتعالي من رسول صلى الله عليه وسلم وأيكو كلا جرنيين افتين كأيكو افتين من أيكو كلا جرنيان وحى ونكسن أيو وحى أنا ونكسنين طبعا أغلي جوا يعني حيابها أقوين إلى هي ويعني كم من نستو من هذا كم من نستي بكم بدي هي لكن او يعني لو حلو كلا غرانيا لكن يفتين بو باهي هبين مجديه قفل غينيا وجدك امريه غرانيا يالك او غينيا لكن جدكي بهولهيسي ي قدقتنكيسي ي ماشي لا غدعيو ي دداوه ي دغخ ياله ان اسك اركي كارين ما دام اي مجديتاي توج سو ما باهنا يفتين ها افتين كاس أي ستين أي كوكا لغران أيان وحي مغران أيسا بوشك أي وافق ما حدا أي أجده أي كوكا لسوعي كريان أي وتيانو أهيد تعاليم تي رسولك عليه الصلاة والسلام أي قرآن كريم كان وحا مركاس أي قادان أيانو كليا وحي إيجا أي أدوية دبعا فعيا وحي أيو أركان أما فائدة أن لهينا مع أي قادنين سيدا دردد أي مركي حركة ترجمة أي بلاغت ويسو قوريا وحي اللي يالا وحي علوم أي قد تقان لك صورا أما فارس أهاتو أما لك أي روم أتلينيسي يعني لو قد تقي مصر لو قد تقي دمشق آخر كي حتى يعني إنا يدران وفود لسو حاجوته بقرده هي اميرده هي حتى بادريده كتبتي مالكو هي لكن ان فهمين وحا كتبتني ايتها يعني كسو ارغستان قار كسو ايبسدان لعق بدن ودهب ربدن قليان دبيتنا هلكا انت لكاني بغداد هي حرمه كله اقونت يعني فديدي عالم الاسلاميكه ان لغو ترجمه ودبتنا سداس يعني علمي قاسي ونقضه مد عربي وبقو عدو اللي بفهمت وحا ايستو ترجمين وحي وحترك لها بلاتو كتاب كيسي اما اغونتي وكتاقي جغرافيا الورنشري دولك عمالذا يوحي جغرافي كسابسان اردنك ورميسا وحي حسابات رياضيات يا ماثماتيكس اي كتاقان اريستوتل أميدس
يوكليد هي إن بدن أو كمبيدا هي ترجمين وحي ترجمين اللي يالوحي كساب سنة عافمات وما قرر لسان جيل النكي لونتري يهي بوكريت أي سو ترجمين وإنت أنفع على هيد غريقو حيلان حضارد يعني حق أدبك أما محاكو راي سوغانت آد لوغو أمانو تدك غارنكو ما تيرتان وحالا دا قبيض أغو دادير يعني كم بدين دا إليت ونكا هومر لوليتر أوتري دي كمانكم يعني بيت أما تدعو نغنيسة وإيجين حالي يالا وح أي فائدة لدينا كجري بأركين خرافات فرابطن ويعني أن لا يقوى هنا ما أقل من إن أي وقت كل ميان ضد مركي هربا أسو قنت دي إلي الدنيا يعني هديان أو هنونيان ونور الوحي يدي الإسلام كجارسيان وحا كتري يعني إليت كي وح إسلينا يي إلهية وح كالبوبة يي وحدة أن بقرر إسلام بس كحدا يعني سليم كي يعني قادن كارين واسكا دافن وحا اي ترجمين حاليا لوحي كمسريها وحي فيسكسها وحي عافي بعضها وحا كالو اي ترجمين وحا حكمة دو اركيين شيء قرر دو فلسفي وآه يعني حب المعرفة فيلو يعني يعني كالقعل هي صوفي وآه يعني معرفة دي اما غونتي يقول لكن وحي تلاد النافة أما النارادة كتيرنا يعني إسكا مال إسكا دقية أما الرد كسامياني ويدع ذي واجد دم بمركي بقرانا إساء علومتي بضطي يعني كتب تقريد دي أي بضطي آراء دي بضطي إن أي صبحين ضد فلسفة دي يعقلق ابن آذن كي أكوباني إنت أوكيني كره كغالب يالية وحيجي يوحي يعني السجناء التي جابيي يلا أركي مركا كوا مركي أركانا وأطبي سنين وكتوابيين يعني رجع كمدين يعني حجة الإسلام أبو حامد الغزالي مركو فلسفة دقية فيلسوفية دقية كهضلية marka hore waxa ay u jeedaan iyo waxa ay afkaartoodu tahay bu kitaabka qoray laada maqasid al falasifa marku ka dhameeyay ayuu ki uu kaga jawaabayna tahafut al falasifa sida afkaartoodu iyo waxan ay bagaranaysa aga ku hayaano dhameeyaan waxa wax yaani sugan ee kala daadanaya ayuu ka alifay marka dad yaani sida uu wata أدواتك هي قلبك أي وحكوك لف فعسيين أي هاين مركا الدوية دي لو وايدي يجينا وحي مدو قرنية دور قرنية هاين العالم الإسلامي يعلم دي سي يمفكرين تي سي يفقها دي سي يعني سينسيها ندي سي ذاتك الدوية ده قامين ايه براروشي كما ينا إيمان أرنتو غريك iyo faris markii afkaartooda arkeen ayay ku dhalatay way suudiyadu waxa noqonaysa kan hayeeba afkaartan ee kutubtan halka u taalay waxa ka horjeegay isagu uu ayagu dhalan weeyday inuu ku sameeyo yani horumar iyo kordhin iyo kala shaandheyn iyo kala hagaajin intaas aan ku soo koobayna barnaamijkan waa inoo barnaamijka dambe wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in